ومن عالم الخط والإبداع والفن سنتعرف في هذه الحلقة على خطاط عراقي مميز يحمل على عاتقه رسم الهوية الجمالية للمجتمع من خلال مسيرته الإبداعية والأكاديمية. هذا ما سيطلعنا عليه التقرير المعد عن المصمم والخطاط والأكاديمي الدكتور فلاح حسن الخطاط. مبدع الحرفة والتصميم، خطاط قبل أن يكون دكتورا بفلسفة التصميم الطباعي، فهو من عائلة فنية طوعت الحرفة بانسيابية وانضباط على إيقاع نقاط فنون الخط العربي الأصيل وأساليبه المتنوعة بين النسخ والرقعة والديواني وغيرها. فنان موهوب تتلمذ على يد والده وأخوته وكراسة هاشم البغدادي، متأثرا بالفنان محمد سعيد الصقر، جود بمرونة قصبته وحبره ليدخل ألوانا من الفنون غير المطروقة من قبل، فأصبح في طليعة مصممي عناوين وصفحات الصحف والمجلات العراقية الأولى منذ ثمانينيات القرن الماضي. فهو المدير الفني والخطاط لمجلات مثل فنون وآفاق عربية وأسفار ومجلة والمزمار وجريدة الاتحاد والمصور العربي والتراث الشعبي وألف باء وغيرها العشرات من أغلفة الكتب والملصقات الرسمية. الكثير من ترويسات أو لوجو الصحف والقنوات خرجت من تحت يديه، مثل جريدة الصباح، الجديد، والمستقبل، والنهضة، والجورنال. في مسيرته الأكاديمية هو أول من أدخل مادة الإنفوغراف في منهج الإخراج الصحفي لكليات الإعلام في العراق. وفي مسيرته الفنية أيضا هو المدير الفني لمجلة الأديب العراقي الصادرة عن اتحاد الأدباء العراقيين، والمشرف الفني على موسوعة العراق المصورة الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي. فلاح الخطاط فنان جاد يعول عليه في ترميم وتجديد الرؤية الجمالية لبلد بحجم العراق، فهو خبير بتوظيف اللون والكتلة والفضاء على خط الإبداع.